المشكلة إنه خلاص الكلام ما ينفع، ما ينفع الكلام خلاص. بس بدي منك شغلة. أنا هلأ نسي خلاص، ما تعتبرني أستاذ، اعتبرنا أختك الكبيرة. تشرف. ما بدي إياك تحس مظلوم لأنه مش مظبوط. تعرف ليه؟ لأنه أنت من الأشخاص كلكم بنحبكم عن جد، مش عم بمزح، خصوصي بعد هالفترة سوا تقريبا رح يصير لنا 3 أشهر بحكي عن حالي. صار في هيك معزة خاصة لكل واحد منكم، وكل إنسان منكم فرد شخصيته وأخلاقه غير أصواتكم. يعني أنت من الناس اللي فعلا هيك تركت أثر طيب، مثلت بلادك أحلى تمثيل، فرجيتنا صورة الشاب السعودي، مش عم بحكي طبيعك حكي يعني، مش مضطرة أقول لك إياهم، بس فرجيتنا أنا شخصيا، فرجيتنا صورة الشاب السعودي المحترم الرائي المهذب اللي فعلا بيحترم الناس، بيعاملهم بطريقة كتير حلوة، وهيدا حقيقة مش عم قلك إياها تجاملك. فأتأكد إنه ما في شيء شخصي لا مني ولا من أي حدا ولا من إدارة البرنامج ولا من أساتذة، بس في قصص يمكن أنتم ما بتشوفوها لأنه أنتم بتكونوا كل واحد منكم عم يشوف حاله. كنا واقعيين، بعرف بتحبوا بعض وبتعيشوا مع بعض بالأكاديمية، بس بالنهاية كل إنسان منكم بيهمه حاله، صح؟ أقرب شني أقرب الشخصية في الأكاديمية البنك هي الصعوبة عليكم، بعرف، بس بدك تفكر إنه في معايير بنشوفها نحن من بعيد، أنتم ما بتشوفوها وحدكم لأنه كل إنسان بيبقى عم يشتغل، هو عم يشوف حاله، عم يتطلع بحاله، يمكن هو برأيه حتى يبقى عامل براسه إنه حاطت أصحابه بفئات، يعني يمكن هو معتبر مثلاً إنه بيشوف بركة نسيم أحسن من كارلا، ويمكن بيشوف هايدي أقل من كارلا، أو عم بقول لك شو ما كان، بعرف شو أنت تفهم علي، بس بالحقيقة في كتير معايير تتخذ بعين الاعتبار، تطور كمان، مش بس مين أحسن من مين صوتياً، في كل شيء عم نحكي، حتى منشوف كاستايلز مين مثلاً بهالستيل، مين بهيدا الفئة، مين بهيدا الطريقة، مين يعني كل الأمور بتمرق، كده الامور بتمرق وقتها بده يجي شخصيتنا. هيدي بشوف انه يمكن ما بتخيل كنت انه بيوم من الايام انا بسميها نومينيه، بس وقتها انا بدها تجي هيدي تعمل خضه باللي عملته، بدي اجي اضطر سميها. ونحن اليوم بمرحله دقيقه، كل حدا منكم معرض، وقلت لكم كل حدا معرض، والبشع ابشع من هول كلهم انه كل اسبوع حدا بده يفل. يعني عد نحن قد ايه بعد عنكم اسبوع، كل حدا منكم كل اسبوع حدا بده يروح، هيدي الصعوبه. يعني اليوم اذا فلت هيدي او اذا فلت انت، انا بالنسبه لي رح بيكون شيء كتير شخصي مزعج لإلي، بس بالوقت نفسه هيدا البرنامج وبده يكفي، مش يعني خلص علي او خلصت هيدي، لا هيدا يعني هيدي وعلي انطلقوا وحدهم، اليوم انتم محاطين بكلنا بالاسف. البرنامج قدم لكم كل هالقصص اللي انتم فيهم، قدم لكم جمهور مخيف، يعني احنا بنعرف قد ايه الجمهور بيتفاعل وبيزعل، قد ايه احنا بنصير مستهدفين، ايه انه كل، لانه بعرف ما بلومهم، بحبوكم ما بلومهم، بس هيدا شيء كثير حلو عاملكم يا البرنامج، انه كل صار في هالقد ناس بتعرفكم وبتحبكم، فما يعني بالعكس انا بشوفها شيء ايجابي لكم، اهم شيء تشتغلوا على طلتكم بالبرايم اثنيناتكم، كانه اول واخر مره بتغنوا اثنيناتكم، كونوا حلوين، هيدي رح تبقى بالسيفي تبعك، بكره بتظهر اليوتيوب تبعك، شو رح يكون؟ انا عارف عشان على اليوتيوب اذا عملت انا سيرش بكره، سيرش عملت انا بدي اشوف عليه، بيطلع لي كل شيء مرقت فيه بهالبرايمات، مارق 9 مرور 9، واذا كفيت معنا قد ما بتكفي بتكفي، ونفس الشيء هيدي عندك 9 قصص او 10 قصص او 11 شغله اللي مرقت فيهم هول لك، انت بكره رح تستعمله تتفرجي المنتجين، تتفرجي الناس، هون لك كمان نفس الشيء، بنطر رح احضر البرايم ورح شوف الايفال، كثير ناس يمكن حدا كثير مميز وكثير انا بحب له صوته اختاره، مش يعني انا ما بحبه، مش يعني ما بحب له صوته، بس هل بدي اقول لك، وعن جد بتمنى لكم من كل قلب الاثنيناتكم التوفيق شو ما تعملوا بحياتكم. بتمنى شغله، يعني بعرف هلا ما رح نحكي بقى بالموضوع لانه نحضر البرايم، ما بقى رح نجي نحكي ونقعد نزعل وهيك، بس بدي اقول لكم عن جد تذكروا كل الاشياء اللي مرقت معكم بهالاكاديميه، لانه فعلا هيدا اشياء مش هين واحد يحصل عليها، واعرفوا بحياتكم تختاروا المناسب، ما تتهوروا، يعني ما تعملوا شيء هيك على انه من دون ما تفكروا، مش حلو. We'll be right back.